بشكل متعمد وبشكل مستمر تعمل على خلق ظروف حياتية مستحيلة في قطاع غزة، إذ أنها تفرض الحصار وتفرض سياسة التجويع وتمنع وصول المساعدات الإنسانية، وإذا ما وصلت تمنع توزيعها من خلال القيود وأعمال القصف المستمرة، والآن تخطط لاقتحام رفح التي يوجد فيها أكثر من 1,300,000 فلسطيني، إذ أن إسرائيل مستمرة في هذه السياسات التشريدية والتهريجية بحق الشعب الفلسطيني، ويفشل مجلس الأمن الدولي في المناداة والدعوة من أجل وقف إطلاق نار دائم في الأراضي الفلسطينية، ويتضح بأن إسرائيل يستمر في هذه الممارسات وفي الضفة الغربية، إذ أنها تفرض قيود على الحركة وتقوم بأعمال اقتحامات وتهدم منازل الفلسطينيين وتسمح للمستوطنين باستخدام العنف ضد المواطنين الفلسطينيين، وتعمل على زيادة بناء المستوطنات بشكل كبير والبناء التحتية الخاصة في هذا ذاهبة بحل الدولتين إلى المجهول. إن هذه الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي، هذا الانتهاك الذي يهدف إلى تجريد الشعب الفلسطيني ممتلكاته وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وجعل هذا الاحتلال غير القانوني الدائم. إنه من الصادم وفي هذه اللحظات الحرجة أن بعض الدول، وبدل من أن تمارس مسؤولياتها من أجل إنفاذ قانون الأمم المتحدة وتشجيع الرأي الاستشاري، لها رسالة مختلفة.